عدس حب بني، نصف كوب 100 جرام مغسول يكون على نار متوسطة عند الغليان، ننتظر 10 دقائق. هيك بعد 10 دقائق نوضع 1 كوب من الأرز المغسول 200 جرام، ننتظر 10 دقائق تانية. هيك أصبح جاهز، يعني 10 دقائق مرة الأولى وعشر دقائق المرة التانية. نصفي الماء، نوضع قليل من الزيت وقليل من السمن البلدي أو الزبدة حسب المتوفر، قليل من الكمون وقليل من الفلفل الأسمر وقليل من القرفة، 2 مكعب ماجي أو الملح بديل الماجي، وبنحرك وبنوضع المجدرة وبنطهيها لمدة 1 دقيقة. وهيك أصبحت جاهزة. الوصفة كلها أخذت 21 دقيقة. البصل مقرمش، بصلة مفرومة، وبنوضع دقيق ملعقة كبيرة ونشا ذرة ملعقة صغيرة، بنخربطهم مع بعض وبننخل لزيادة منهم، نوضع على زيت حامي. وهيك أصبح جاهز البصل المقرمش. نوضع البصل وبنقدمها مع الزبادي ومع الخضار. صحة وألف عافية. مع السلامة.